اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي ومتابعي قناه كره لوكر من جميع انحاء العالم. النهارده هنتكلم عن اللاعب ايمن الخليف. اللاعب ايمن الخليف اسمه الكامل ايمن شفيق الخليف، ولد 22 مايو 1997، عمره 26 سنه، ولد بمحافظه الاحساء بالسعوديه، طوله 1.66 متر، هو لاعب وسط يلعب حاليا مع نادي الفتح برقم 7. أما عن مسيرته الشبابية مع نادي هاجر الرياضي، أما عن مسيرته الاحترافية عام 2017-2019 مع النادي الأهلي الرياضي، ومع نادي الوحدة السعودي عام 2019-2022، ومع نادي الفتح عام 2022. بشكركم أعزائي المشاهدين، وأتمنى دايما أن تتابعونا باستمرار وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.